بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اليوم راح نوصل اللي هو الحالة الثانية أو كيس نمبر 2 للتحويل للكنيكال فورم، واللي هي ما يتعلق بالبارابوليك إكويشن، واللي هي ذكرنا سابقا لما تكون ديسكريمينانت أور دلتا لا إكس واي إيكوال زيرو. طبعا في هاي الحالة راح يكون في اختلاف بسيط جدا عن المحاضرة الماضية اللي هي بتتعلق بالهايبربوليك إكويشن. كخطوات راح يكون نفس الخطوات، لكن راح يكون في اختلاف بسيط فقط في إيجاد قيمة الميو. الآن نكتب الخطوات لتحويل أي معادلة بارابوليك إكويشن، واللي هي بتكون الدلتا لإكس واي تساوي زيرو، بمعنى البي سكوير ناقص الفور في A في C هي الإيكوال زيرو. خطوة رقم واحد، find the characteristic equation، واللي هي زي ما ذكرنا سابقا dy على dx تساوي p plus or minus the square root للديسكريمينانت، لكن في هاي الحالة هي 0 على 2a. فلاحظ في هاي الحالة انه راح تكون سواء كانت بلس 0 اور ماينس 0 راح يعطيك نفس المقدار، وهو بي اوفر 2a. هذا الاختلاف هون تكونت فقط معادلة واحدة، هي عبارة عن بي اوفر 2a، لكن في الحالة السابقة او في حالة الهايبربوليك ايكويشن كنا نجد بي بلس ماينس سكوير روت لمقدار موجب على 2a، فكنت احل معادلتين يطلع معادله بلس ومعادله ماينس، ومن خلالهن اوجد سي 1 وسي 2 واللي هم راح اعتبرهم هم عباره عن الابساي والميو. لكن في هاي الحاله زي ما لاحظنا انه ما في عندي غير معادله تفاضليه من الاو دي اي اللي هي عباره عن البي اوفر 2a. فهاي راح تجد لي فقط مقدار واحد، يعني راح تجد لي الإبصاي فقط، ومن خلال الإبصاي هذا اللي هو طبعا في الحالات السابقة في الحالة السابقة كنا نجد الميو من خلال المعادلة الثانية. هنا طبعا زي ما انتم ملاحظين هي معادلة واحدة نجد من خلالها الإبصاي. الآن رقم اثنين، الخطوة رقم اثنين، كنا دائما نحل سول ذا أبف ODE. الآن دائما حتى في الخطوة الخطوات في الطريقة السابقة كنا نجد أو نحل المعادلتين، لكن هون راح أحل فقط معادلة واحدة لأنه هون ما بتظهر معي غير معادلة واحدة، ومن خلالها توجت اللي هو الكاركترستيك كير اللي هو راح يكون اقتران بدلالة، راح اسميه فاي مثلا الاكس واي تساوي السي 1 او السي، لانه هون ما في عندي اصلا راح يكون سي 1 وسي 2، راح يكون عندي فقط هو كونستنت واحد. وبالتالي زي ما حكينا سابقا الخطوه رقم 3 ايضا اللي هي كنا نفرض الابساي تساوي السي 1 يعني اللي بتساوي الفاي لاكس واي واللي هي بتساوي السي 1. الان السؤال انه كيف بدي اوجد اللي هو الميو؟ هذا هو الاختلاف عن الطريقة السابقة. اذا we choose، لاحظ we choose الميو، اذا بختار الميو هي عبارة عن x or ميو equal y or in general بختار الميو بتساوي ax plus by لأي عدد A و B، يعني ممكن اختارها X plus Y، ممكن اختارها X minus 3 Y، ممكن اختارها نص X زائد Y and so on. لكن للتسهيل عليكم دائما افرضها هي عبارة عن X or mu بتساوي Y، إلا إذا انجبرت إنك تغير ال X وال Y، لأنه هنا في شرط يجب التحقق منه، إنه لما أجي أفرض الميو، لما اجي افرض ميو هي عباره عن اكس او واي او اي اكس بلس بي واي، لازم اتاكد من الجاكوبيان ماتريكس انها لا تساوي زيرو.
such that the Jacobian matrix اللي هي الجي واللي هي بتساوي المحددة لي بساي اكس بساي واي ميو اكس ميو واي لازم لا تساوي زيرو. اذا في هاي الحالة بوجد الابساي عادي لانه هون ما راح يطلع عندي غير معادلة واحدة بحلها بوجد الابساي. الان كيف بدي اوجد الميو؟ بفرضها هي عبارة عن اكس او واي او اي اكس بلس واي بي واي ان جنرال، لكن لازم اتحقق من الجاكوبيان ماتريكس انها المحددة الها اللي بساي اكس وبنو، لانه ايش معنى هاي؟ معناها المحددة اللي هي عبارة عن حاصل ضرب القطرين المطروحات من بعض، يجب انه اتأكد انها لا تساوي صفر. في حالة انه تساوي صفر لازم اروح اغير الميو من الفرض اللي فارضه، لكن هي بالغالب الميو تساوي اكس بتمشي معاي وبتعطيني النتيجة انها لا تساوي الزيرو. طبعا الان رحين لتوضيح هاي الحالة اللي هي الحالة الثانية راح اخذ المثال التالي. وعلى فكرة هاي الحالة هي بعتبرها اسهل من الحالة الاولى، كونه هون بحل فقط معادلة واحدة، لكن والاخر هو بختار اختيار بسيط جدا. لكن في الحالة السابقة اللي هي في حالة الهايبربوليك كان يجب ايجاد اللي هو الإبصاي من خلال المعادلة الأولى والميو من خلال المعادلة الثانية، فكنت أحتاج لحل معادلتين حتى أحصل على الإبصاي والميو. الآن السؤال على هاي الحالة هو classify the equation x square u x x ناقص 2 x y u x y زائد ال y square في u y y زائد ال x في u x زائد ال u أو ال y في u y. طبعا هون بقول لي classify and reduce it to conical form. اذا مطلوب الاول تصنيف، المطلوب الثاني تحويل الى الكونيكال فورم، المطلوب الثالث هو then find the general solution of partial differential equation. لاحظ هاي المعادله ما بستطيع حلها بهاي الصوره، لكن من خلال السؤال ومن خلال تحويلها الان للكونيكال فورم راح تلاحظ انه المعادلة راح تتحول معي إلى الكنيكال، راح تتحول معي الكنيكال فورم، وهذا الكنيكال فورم راح يكون حله بسيط جدا من الإليمنتري إكزامبل. الآن خلينا نبدأ بحل هاي المسألة زي ما حكينا دائما، ببدأ بالمطلوب الأول اللي هو كلاسيفاي، فالA هون هي عبارة عن X سكوير، الB هي عبارة عن ماينس 2XY، والسي هي عبارة عن واي سكوير. هذول بحتاج لإيجاد الديسكريمينانت اللي هي عبارة عن الدلتا اللي بتساوي بي سكوير ماينس 4 في اي في سي. يجب بالبداية ان احدد نوعها على اساس اعرف على اي طريقة راح احلها. هي عبارة عن الاربعة اكس سكوير واي سكوير، لانه تربيع البي الناقص 2 4 x x سكوير y سكوير طبعا، ماينس 4 في a اللي هو x سكوير في c اللي هو y سكوير وتساوي 0. اذا فعلا هاي هي المعادله، هي عباره عن parabolic equation. اذا هي عباره عن parabolic equation، وبالتالي بما انها parabolic equation حتى احل هاي المعادله واحولها للكونيكال فورم لإيجاد الإبصاي والميو، حكينا إنه أو بوجد أول شيء اللي هو الكاركترستيك كيرفز اللي هو دي واي على الدي إكس تساوي البي أوفر 2A. الآن طبعاً هون ما في عندي بلس ماينس سكوير روت، لأن السكوير روت هو زيرو، وبالتالي هي عبارة عن بي أوفر 2A. طبعاً البي معطاه معاي هي عبارة عن الماينس 2xy على 2a يعني 2x سكوير. لاحظ ال 2 كانسل والx with سكوير كانسل، يعني بصفي عندي ماينس 2 او سوري ال 2 حتى راحت، هي ماينس y اوفر x. اذا اصبحت معي المعادله هي dy على dx تساوي الماينس y على الx.
اضرب ضرب تبادل. الآن طبعا الخطوة الثانية زي ما حكينا احنا نحل هاي المعادلة، وبالتالي راح يصبح معاي ال x دي y تساوي ناقص y دي ال x. طبعا زي ما انتم ملاحظين هاي المعادلة اللي تشكلت هون هي لغاية الآن ما فصلتها، لازم أجيب ال y للطرف اللي عند ال dy حتى أستطيع أن أخذ التكامل للطرفين، وال x أستخدم السبرابل إلى ال dx، فبصبح معي ال dy على ال y تساوي ماينس ال dx على ال x. هنا أصبحت جاهزة للتكامل، وبالتالي الآن بصبح معي لن ال y ناقص تساوي ناقص لن مطلق ال x بلس كونستانت ال c بلس كونستانت ال c. طبعا بما انه اذا بستنتج انه لن ال y بلس لن ال x تساوي ال c. طبعا هو اللي عملته انه جبت الناقص اللن للطرفات. طبعا بامكاني الان افرض الابصاي هي السي، هاي هي طبعا الكاركترستيك كيرف، هاي عباره عن الكاركترستيك كيرف اللي نتجت معاي واللي هي عباره عن الثابت، واللي هي بقدر افرضها هي عباره عن الابصاي. بامكاني افرض الابصاي هي عباره عن لن الواي زائد لن الاكس، وبامكاني برضه ابسطها شوي بما انه لن الواي زائد لن الاكس هي عباره عن لن ال x في y، لانه حاصل جمع تو لين بصير عباره عن ضرب لين وحده، وبالتالي بتساوي c. اخذ ال e للطرفين، لما اخذ ال e بتروح مع اللين، وبالتالي بستنتج انه ال x في y تساوي ال e قوه c وتساوي ال d. انا في النهايه طبعا هون بدي احكي لكم اياه انه في النهايه لازم احصل على ثابت بيساوي اقتران دلاله ال x و y، وهو اللي بفرضه الابصاي. يعني هون عملية الضرب في ثابت ما بيأثر، يعني لو كان الإبصاي هو X أجيت فرضته هو 2X بحكي لك صح، مثلا نص X زائد 3Y أجيت ضربت هذا المقدار في ثابت برضو بحكي لك صح، وهكذا. أنا في النهاية لازم أحصل على ثابت في الطرف الأيمن، وهو بيكون هو عبارة عن الإبصاي، فرح أحكي هون لت الإبصاي تساوي X في Y. طبعا بامكاني افرض الابصاي برضه هو عباره عن لن الواي لانه هو ثابت برضه، لن الواي زائد لن الاكس بتساوي سي، فاذا بقدر افرضه ايضا هو لن الواي زائد لن الاكس. الان وي تشوز، لاحظ في كونها عباره عن بارابوليك ايكويشن، بفرض باجي بفرض الميو زي ما ذكرت سابقا، بفرض الميو هو عباره عن اكس اور واي اور 2x زائد 3y وهكذا، لكن انا هنا للتسهيل راح افرض هو عباره عن x، وفي هاي الحاله في الكيس نمبر 2 لازم اتاكد انه الجاكوبيان اللي هي عباره عن المحدده، اذكركم فيها هي محدده الابساي x ابساي y ميو x ميو y لازم لا تساوي صفر. خلينا نشوف شو بتساوي هاي. الان الابساي x شو هو الابساي؟ هو مشتقه الإبصاي بالنسبة للإكس، الواي ثابت، ثابت في إكس والثابت يعني واي، إبصاي واي هنا الإكس صار الثابت فإذا هي عبارة عن الإكس. طيب ميول إكس، ميول إكس فرضها إكس هي 1، وميول واي هي عبارة عن الزيرو، وبالتالي هي عبارة عن ماينس الإكس وهي لا تساوي الزيرو. أنا من البداية بالسؤال حاط لك إنه الإكس هي طبعا هون ال x هي عبارة عن أكبر من 0 أو على الأقل لا تساوي 0، ال x لا تساوي 0، وبالتالي أنا عندي هنا طبعا طلعت معي ناقص ال x الجواب هون اللي هي y minus 0 أو سوري y multiply 0 determinant ل 2 by 2 هي عبارة عن حاصل ضرب القطرين مطروحات من بعض، y في صفر هي صفر، ناقص x في واحد يعني ناقص x في واحد، إذا فعلا الجاكوبيان طلعت معي هي لا تساوي الزيرو. الآن ننتقل لحل لإيجاد أو قبل ما أوجد الأشياء أوجد اليو سب x واليو سب y and so on،
لازم أوجد أكون حاسب في البداية يكون قدامي موجودات اللي هن ما يتعلق فيه الإبساي إكس. الإبساي إكس هي واي ذكرناها، الإبساي واي هي إكس، الميو الميو إكس هي الوان مشتقة الميو بالنسبة للإكس، ميو الواي هي زيرو. لا بالنسبة للمشتقات الثانية الإبساي إكس إكس هي زيرو، لأن إبساي إكس هي واي فمشتقة الواي بالنسبة للإكس هي زيرو. الآن برضو بدي أوجد الإبساي الواي واي برضو هي عبارة عن زيرو. عندنا الإبساي إكس واي، الإبساي إكس واي برضو هي لا الإبساي إكس واي هي 1 لأنه إبساي الإكس هي عبارة عن واي. لا الآن اشتقها بالنسبة للواي بتصير 1. الآن بالنسبة للميو، الميو الميو إكس إكس هي عبارة عن الزيرو برضه، وميو إكس واي هي زيرو، وميو واي واي هي عبارة عن زيرو. فراح استخدم هاي القيم اللي أوجدتها بسهولة من الميو والبساي لإيجاد اليو صب إكس، يو صب واي، يو إكس إكس، يو إكس واي، واي يو واي واي. الآن اليو صب إكس هي قانونها هو عبارة عن يو إبساي إبساي إكس. الآن الإبساي إكس هو عبارة عن واي، فهي عبارة عن واي يو إبساي زائد واحد اللي هي ميو إكس في يو ميو. إذا يو ميو. الآن بالنسبة لليو واي هي يو إبساي إبساي الواي، لكن إبساي الواي هي عبارة عن الإكس. الإبساي الواي هي إكس، فإذا هي عبارة عن إكس يو إبساي. الآن يو ميو في ميو واي هاي زيرو، إذا هي عبارة فقط عن إكس يو إبساي. الآن بنروح نجد اللي هو يو إكس إكس، هي عبارة عن يو إبساي إبساي في إبساي الإكس تربيع، يعني واي تربيع. يو إبساي إبساي زائد 2 في يو إبساي في إبساي الإكس اللي هي واي في ميو الإكس اللي هي 1، فبتصبح هي 2Y يو إبساي ميو زائد يو ميو ميو في ميو إكس تربيع، يعني ميو إكس 1، 1 تربيع 1، فإذا ميو 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 زائد يو إبساي إبساي إكس إكس 0 إبساي الإكس إكس 0، إذا 0 زاد وميو إكس إكس برضه 0، فإذا هذا هو مقدار اليو إكس إكس. الآن بالنسبة لليو واي واي هو عبارة عن يو إبساي إبساي في إبساي الواي تربيع. الآن الإبساي الواي تربيع هي إكس، بصير إكس تربيع، يعني إكس تربيع في يو إبساي الإبساي زاد. الآن 2 في يو إبساي ميو في إبساي واي ميو واي، ميو واي 0، فإذا هذا المقدار كله راح يكون 0، إذا زائد 0 زائد ميو واي برضو هذا 0، وإبساي الواي واي برضو 0، وهذا هو عبارة عن ميو واي واي برضو 0، فإذا هذا راح يصفي عندي فقط هو إكس كوير يو إبساي إبساي. نجد آخر مقدار اللي هو عبارة عن يو إكس واي. اليو إكس واي هو عبارة عن يو إبساي إبساي في إبساي إكس إبساي الواي. الآن الإبساي الإكس هو عبارة عن عبارة عن الإكس، فإذا تصبح هنا عبارة عن لا اليو إكس واي إكس واي، الآن هي عبارة عن إكس واي، لأن إبساي الإكس هي عبارة عن واي وإبساي الواي هي عبارة عن إكس، فإذا إكس واي في يو إبساي إبساي زائد الآن ميو الواي هون زيرو، فإذا هذا المقدار كله راح يكون صفر، وإبساي الواي في ميو الإكس، ميو الإكس 1 وإبساي الواي هو إكس، فإذا إكس زائد زيرو إكس، يعني هذا إكس في يو إبساي ميو زائد يو ميو ميو في
فيه ميو اكس ميو واي، ميو الواي هو زيرو، فاذا هذا زيرو. بساي الاكس واي، بساي الاكس واي هو عبارة عن 1، فاذا هذا 1 في يو بساي، طبعا مضاف له ميو الاكس هذا برضو زيرو، اذا زائد زيرو اللي هو يو اللي هو ميو اكس واي. فاذا هيك بكون انا حصلت على جميع المقادير اللي بدي اياها واعوضها في المعادلة التفاضلية اللي بدي احلها. الان المعادلة لو رجعنا للمعادلة هي عبارة عن x سكوير يو اكس اكس، اذا راح اضرب x سكوير في يو اكس اكس، اذا الان بالتعويض في المعادلة x سكوير في راح تنضرب في يو اكس اكس، لكن اليو اكس اكس هي عبارة عن الابساي اللي هي عبارة اوجدناها هي عبارة عن y تربيع في يو ابساي ابساي، فلما اضرب في x تربيع بتصير x تربيع في y تربيع في يو ابساي ابساي، راح ادخل x تربيع على المقدار كامل زائد 2 y في x سكوير يو ابساي ميو وزائد x سكوير في يو ميو ميو ناقص. الان المقدار الاخر في المعادلة هو عبارة عن ناقص 2 اكس واي في يو اكس واي، فبدي اضرب الناقص 2 اكس واي في يو اكس واي. اليو اكس واي اوجدناه هي عبارة عن اكس واي يو ابساي ابساي، لما اضربها فيها بتصير ناقص 4 اكس سكوير واي سكوير يو ابساي ابساي. نكمل في اليو اكس واي ايضا طلع معي زائد اكس في يو ابساي ميو، يعني ناقص 2 اكس سكوير واي في واي في يو ابساي ميو وزائد يو ابساي نضربها برضو في ناقص 2 اكس واي، وبالتالي هي ناقص راح تصير اذا ناقص 2 اكس واي في يو ابساي. هذا هو الحد الثاني. الان بالنسبة للحد الثالث هو عبارة عن زائد واي تربيع في يو واي واي. اليو واي واي فقط هو كان اكس تربيع في يو ابساي ابساي، يعني هون راح صفي عبارة عن واي تربيع اكس سكوير في يو ابساي ابساي. الان الحد اللي بعده اللي هو بلس اكس في اكس في يو اكس. طيب اليو اكس هي عبارة عن واي يو ابساي زائد يو ابساي، اضربها باكس بصير x y u بساي زائد x u mu. نكمل الحد الأخير الآن اللي هو زائد y u u mu اللي عبارة عن y x u بساي، هيك طلعت معها تساوي 0. الآن لو أجينا نلاحظ إنه شو ممكن يكون في اختصارات معنا، مثلا لو اجينا على اليو ابساي ابساي في عندي هنا اكس سكوير واي ابساي، وفي عندي هون ناقص 4 اكس سكوير واي تربيع يو ابساي ابساي، بصير ناقص 3 اكس تربيع في واي تربيع، وفي عندي هون زائد برضه y تربيع، وفي عندنا المقدار الآخر اللي هو زائد y تربيع x سكوير y تربيع، فإذا راح تصفي راح كنسل مع بعض وراح تصفي معنا، ومثلا اليو ابساي ميو على سبيل المثال لو أخذنا اليو ابساي ميو هون في عندي ناقص 2 x سكوير y، وهنا في عندي أيضا مقدار آخر، أنا يبدو أنه مش كاتب كل المعادلات هون، هذا المقدار الأول زي ما أنتم شايفين، هذا المقدار الأول
اللي هو كان عبارة عن يو اكس اكس ناقص 2 في اكس واي في اكس في اكس واي برضه اللي هي هون ناقص 2 مش ناقص 4، ناقص 2 في اكس سكوير واي سكوير. طبعا هاي هيك صارت وضحت معانا، اصبحت هذا المقدار وهذا المقدار وهذا المقدار بروحن مع بعض، بصبح معاي هذول زيرو. الان ايضا في عندي هون اللي هي بتعلق بيو بصايم يو، انا يبدو مش كاتب في حد هون برضو، هون ناقص 2 اكس تربيع واي، وفي عندنا هون زائد 2 اكس تربيع، او مش هذا المقدار. في عندي يو بصايم يو هون في مقدار مش كاتبه، زائد ال نرجع نعيد كتابته من اول، نمسحه ونعيد الكتابة لان يبدو انه في مقادير انا مش كاتبها. لا لما نيجي نعوض في المعادلة، اول شيء اكس سكوير في يو اكس اكس نضرب المقدار كامل، هو اكس سكوير واي سكوير في يو بساي بساي زائد 2 زائد 2 في واي في اكس سكوير يو بساي ميو، وزائد اكس سكوير في يو ميو ميو اللي هي عبارة عن اكس سكوير يو ميو ميو. هذا اول مقدار. المقدار الثاني الان اللي هو راح يكون ناقص 2 اكس واي مضروب في اليو اكس واي، اللي هي راح يطلع معي ناقص 2 اكس سكوير واي سكوير في يو بساي بساي، راح ادخل الناقص 2 اكس واي مباشرة، ناقص هذا الحد ده كنت كاتبه يبدو اللي هي ناقص 2 اكس تربيع واي في يو بساي ميو، مضاف إله الحد أيضا في عندي يو بساي اللي هي ناقص، بتصير ناقص 2 اكس واي في يو بساي، هذا الحد الثاني. الآن الحد الثالث واي تربيع في يو واي واي اللي هي واي تربيع اكس تربيع كان مقدار واحد في يو بساي بساي، مضاف إله الآن اكس في يو صب اكس اللي هي اكس واي يو بساي زائد اكس في يو ميو، ومضاف إله أيضا اللي هي الواي في يو واي اللي هي عبارة عن واي اكس في يو بساي تساوي الزيرو. لاحظ الآن هذا المقدار ما هذا المقدار بصير 2 اكس تربيع في واي تربيع، وهون في عندي ناقص 2 في اكس تربيع في واي تربيع، مضروبات كلهم في يو بساي بساي بكنسلين. الآن بالنسبة للحد اليو بساي ميو، هذا الحد لاحظ زائد 2 في واي في اكس تربيع، وهون أيضا ناقص 2 في واي في اكس تربيع، فهذول أيضا بروحوا. في عندي أيضا المقدار اللي هو هذا الحد واي اكس في يو بساي واي اكس في يو بساي بصير 2 واي اكس في يو بساي، وفي عندي هون ناقص 2 في اكس واي، فهذولا ايضا بكنسلوا، فبصفي معي فقط حدين اللي هم لاحظ اختصارها صار بسيط جدا، اصبحت هي عبارة عن اكس سكوير يو ميو ميو زائد الاكس في يو ميو تساوي زيرو، وبإمكاني أبسطها أقسم على الإكس تربيع تصبح اليو ميو ميو زائد واحد على الإكس، لما أقسم على الإكس تربيع في يو ميو تساوي زيرو. لكن هل هاي هي معادلة كلينيكال فورم؟ الجواب طبعا لا، هي مش كاملة، لأن الكلينيكال فورم لازم تكون بدلالة الميو، دلالة الميو. إذا لازم أتخلص الآن من الإكس. فاينالي الآن آخر إشي بكتب الكلينيكال فورم بهاي الصورة،
اللي هي يو ميو ام يو زائد واحد على الميو. ليش واحد على الميو؟ لانه الاكس او الميو تساوي اكس. ارجع للفرض اللي اخترناه، اخترنا احنا حكينا انه الميو تساوي الاكس، وبالتالي هاي المعادلة لاحظ هاي طلعت معنا. الان الجزء الاخير من الحل هو حل هاي المعادلة، وهو حل بسيط جدا، والفكرة اتخذناها المحاضرة الماضية. باجي بفرض ال v تساوي ال u لميو، فتصبح المعادلة هي v ميو بلس واحد على الميو في يو ميو تساوي، او في v في v تساوي الزيرو. طبعا هاي عبارة عن لينير، لكن لينير بالان ذا فيريبل ميو، طبعا هون بالنسبة للمعامل هو الميو، وبالتالي بوجد في البداية الميو اكس او الميو اوف ميو تساوي اللي هو الانتجريتنج فاكتور، اللي هو عبارة عن اي قوة تكامل للواحد على الميو دي ميو، واللي بتساوي اي قوة لين لميو وتساوي ميو. اذا الانتجريتنج فاكتور لهذه المعادلة هو عبارة عن الميو، وبالتالي الآن أصبح هنا السليوشن V هو واحد على الميو في التكامل للزيرو دي الميو. ليش التكامل للزيرو؟ لأنه الكيو في هاي الحالة هو زيرو، هيو زيرو زيرو في ملتبلاي أنا ثينك هو زيرو، فكامل هون بصير واحد على الميو في تكامل كونستانت. طب الكونستانت هنا بالنسبة للميو هو عبارة عن جي الإبساي أو أف الإبساي، هو اقتران بدلالة الإبساي. فإذا أصبح عندي الـ V هو عبارة عن جي الإبساي على الميو. وآخر خطوة، طيب ما هي الـ V تساوي يو، فأعرفها هي عبارة عن يو لميو، وبالتالي اليو اللي هو السوليوشن هو عبارة عن تكامل يو ميو دي ميو، واللي هو بيساوي طبعا، لكن اليو ميو هو عبارة عن الفي، واللي هو طبعا هون راح يساوي للجي إبساي على الميو دي الميو. شو تكامل هذا الجي الإبساي؟ هو ثابت فبطلع لبرا، وتكامل واحد على الميو هو للميو. إذا هذا عبارة عن جي الإبساي في لين الميو مضاف إله اقتران ثابت، او هو ثابت بالنسبة للميو اللي هو اقتران اللي هو اف بالنسبة للإبساي. وهذا هو عبارة عن السليوشن، لكن حتى اكتب السليوشن لازم يكتب بدلالة الاكس واي. الكونيكال فورم لازم تكتب بدلالة الإبساي والميو، لكن السليوشن لازم يكتب بدلالة الاكس والواي، لانه هو حل المعادلة اللي هي بدلالة الاكس واي. اذا اليو اكس واي في النهاية هو عبارة عن جي للإبساي، بس الإبساي احنا موجودين وهو عبارة عن إكس في واي في لين لميو، لكن لين لميو هو عبارة عن الإكس زائد الأف في الإبساي اللي هو أف لإكس واي. وهذا هو عبارة عن السليوشن لا أو الحل لهاي المسألة الموجودة معنا. ولاحظ أنه هنا أيضا استفدنا من الكيميكال فورم في حل لهاي المعادلة التفاضلية الجزئية. وشكرا.